رشيدة طلال، من مصادرنا عرفنا أنك كتوجدي لواحد المشروع خيري وغيكون هو نهاية مشوارك الفني دابا بيناتنا. تبغي تبارطاجي هادشي مع الجمهور؟ بما أنه مشروع خيري فهذا حاجة مزيانة نبغي نبارطاجيها مع الجمهور، وإن شاء الله كنت كنوجد له ودرت له اللبنات الأولى، ولكن تعثر لأنه وباء وهذا سميته اللي وقفنا تقريبا هذه السنة الثانية. فهذا مشروع إن شاء الله خيري لا يعود يتضمن فتيات صغار من الولادة، وإن شاء الله أعطاني الله العمر نبقى معاهم إليني يقرأوا إليني يتزوجوا ويقرأوا ويكملوا لحقهم كيف كتلحق الأم لأولادها. واختارت الفتيات لأنه يعني فتيات يعني منين تكبر تقعد معاك تقعد براسك مكشوف، وهذا الأولاد منين يكبروا يعني كانت شوية صعبة، فهمت؟ أنا كيبقى اختيار كل واحد ولكن هذا ما كيمنع على أن ناس ثانية اللي هم باستطاعتهم أنهم يعدلوا دور يعودوا فيهم أطفال ذكور ذكور لأن نعرف ولكن هذا الضرب فين غادي تكون فين جهة؟ إن شاء الله اللي هي تعود في البلاصة اللي لهين نختارها أنا نعيش فيها، هذا اللي نعدلوا بعد اعتزال يعني مازال ما عرفتش اعتزال، ولكن كنظن على انه ماشي شي وقت طويل داكور. يعني وجدتينا بجوج حاجات، تكلمنا على المشروع وفي نفس الوقت تكلمت على الاعتزال. كتفكري في الاعتزال؟ هو كل حاجه عندها وقتها وكل حاجه عندها نهايه ديالها. الوقت اللي غادي نشوف على اني انا ما بقيتش كنعطي او لا انا تعبت او لا انا نخلي فرصه للناس الثانيه، لان ما يمكنش الانسان في اي ميدان في اي حتى في الميادين راه كتقبض الناس تقاعد، فهمت؟